استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني. وقد رفعوا إلى جلالته أسمى آيات التهاني والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات، وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وبفضل نهجه الحكيم حفظه الله. كما ثمنوا عاليا بكل التقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة لجلالة الملك المفدى وخطواته الرائدة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الطيبة بين مملكة البحرين وسائر الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مواقف المملكة المشرفة في مختلف المحافل وتعزيز مكانتها ودورها في المحيط العربي والدولي. سائلين الباري عز وجل في هذه الذكرى الغالية يحفظ جلالة العاهل المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويحقق لمملكة البحرين ولشعبها الكريم في عهد جلالته الزاهر ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي وازدهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تعد ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالتكم حفظكم الله، والتي توافق عليها أهل البحرين كافة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالتكم السامي الكريم حفظكم الله، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وللحضور الكرام وإلى شعب البحرين الوفي، مستذكرين في هذا اليوم الوطني العزيز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات، وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالتكم حفظكم الله. وخير ما نبدأ به احتفالنا هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم. عشر واربع من شهر اثنين، عشر واربع من شهر اثنين، عشر واربع من شهر اثنين، عشر واربع من شهر اثنين. وشاركت العارضة البحرينية في الحفل، حيث تم تقديم شيلة عارضة من ألحان وأداء الفنان نزار عبد الله مع العارضة البحرينية. وبمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة لميثاق العمل الوطني، قال جلالته:
إننا في هذا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 15 لإقرار ما تضمنه ميثاق العمل الوطني، نستذكر مع شعبنا الكريم وقفته الوطنية الصادقة والمعبرة عن إرادته وتوافقه على ثوابت العمل الوطني، والتي أردناها أن تكون بداية لمرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني والنهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديمقراطي خياراً لتعزيز المشاركة الشعبية في مجالات العمل العام، مما مكننا بحمد الله من فتح آفاق المستقبل وبناء الحاضر. لقد شكل الميثاق محطة مضيئة وبارزة في تاريخنا المعاصر لمواصلة العطاء والبناء على نهج الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات من أجل سيادة هذا الوطن وعزته. وأضاف جلالته حفظه الله أن احتفالنا بذكرى الميثاق هو احتفال بنجاح مسيرتنا الوطنية التي أسهم فيها أبناء شعبنا العزيز، والتي جاءت بفضل وعي أهل البحرين وحضارتهم، والذي شكل الأساس للإنجازات الوطنية التي نفتخر بها. مؤكدا جلالته حفظه الله ورعاه أن ميثاق العمل الوطني جاء بإعادة الحقوق السياسية للمرأة، وأتى بنظام المجلسين، واستكمل المؤسسات الدستورية والقانونية، ورسخ الثوابت الوطنية التي توافق عليها شعب البحرين. كما نود أن نوجه شكرنا للمؤسسات الوطنية وما قدمته من عطاء مستمر، مشيدين بالدور الوطني الفاعل للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بفضل التعاون والتنسيق في توجيه القرارات والسياسات لما فيه خدمة الوطن والمواطن ورقيه، والتي دعمت بجهودها مسيرة الإصلاح الوطني الذي أردناه لمملكة البحرين، وبفضلها وصلت المملكة إلى مستوى متقدم ونالت التقدير من دول العالم المحبة للسلام والساعية إلى احترام كرامة الإنسان وحريته. وقد سعينا لتمكين المرأة من أخذ دورها في مجالات العمل الوطني بعد أن وصلت إلى مستوى متقدم من امتلاك المعرفة والقدرة على أداء ما عليها من واجبات ومسؤوليات، حققت بفضل الله نجاحات هي مصدر الفخر والاعتزاز. كما أضاف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قائلاً: إننا في هذه المناسبة نشيد بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل ووقوفهم صفاً واحداً مع إخوانهم ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، حماية لأوطاننا وأمتنا العربية ولدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة انطلاقاً من قرارات الأمم المتحدة. كما نشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الأمن العام والحرس الوطني وجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والنظام العام والاستقرار الداخلي، مستذكرين تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعاً عن دينهم ووطنهم على مر العهود. وهذا اليوم هو انطلاقة جديدة نحو المزيد من التطوير والإصلاح بعد أن استقر التوافق على ثوابتنا الوطنية وخياراتنا الديمقراطية، وأننا بحمد الله سنكون مع شعبنا لتحقيق مشروعنا الوطني وفق خطوات طموحة لتلبية تطلعاتنا في الحياة الآمنة والتقدم والازدهار، مؤكدين على أهمية الالتفاف الوطني في هذه المرحلة بين الجميع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها ويقوي من وحدة صفوف أبنائها ويديم علينا نعمة الأمان والمحبة والسلام، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وصالح المواطن.
ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فقام بزيارة إلى صرح ميثاق العمل الوطني، حيث كان في استقبال جلالته سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في الوزارة ورؤساء الجامعات وعدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والجامعات. وقد شارك في الاحتفال عدد من طلبة مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة الذين تغنوا بالمعاني الوطنية وبالفخر والاعتزاز بمملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة وبذكر الميثاق الوطني ومعانيها العزيزة في وجدان كل مواطن، إلى جانب قيام فرقة الأوركسترا الطلابية بوزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية البحرينية والعالمية. وأعرب جلالة الملك المفدى عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذا الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي جسد تلاحم شعب البحرين الوفي مع قيادته، كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني الذي عبر عنها التصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني والذي كان حدثا تاريخيا نعتز به جميعا. وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم ومنتسبي الوزارة والجامعات بكافة مستوياتها لما أبدوه في هذا الاحتفال من شعور صادق تجاه وطنهم العزيز، مؤكدين من خلال هذا الاحتفال اعتزازهم بميثاقهم الوطني الذي كان وسيبقى رمزا لوحدة شعبنا العزيز. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للطلبة والطالبات والهيئة التعليمية على هذا الاستقبال، متمنيا لهم جلالته استمرار التوفيق والنجاح. من جانبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم باسمه وباسم جميع منتسبي الوزارة عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هذه اللفتة الكريمة التي تفضل بها جلالته بمشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم واحتفالهم بالميثاق الوطني، تأكيدا من جلالته يحفظه الله على ما يليه للأجيال الشابة من أبناء البحرين من كريم العناية والرعاية باعتبارهم أجيال المستقبل وحصن الوطن الحصين. يحفظ الله ديرتي عزتي وكرامتي، البحرين يا بنت البحر انت يا أغلى الدرر، انت يا أم الشعر انت زينة دنيتي، والأمير الوالي يا خلف روحي وأهلي نسل عيسى بن علي، حامي راية ديرتي والشعب حرة أمين من كرامة المسلمين، يحفظ الله ديرتي وسلامتكم. سنبقى الآن مع قصيدة وطنية بالمناسبة تحت عنوان وقع بقلبك للشاعر عقيل جعفر، ومن إلقاء الطالب السيد ناصر السيد فيصل القصاب من المعهد الديني الجعفري. وقع بقلبك، هطلت على البحرين أمواج العلا، فغدت على علم الملاحم مشعلا، في كل بحر من بلادي لوحة كتبوا بها إما أوال أو فلا، الفجر فيها قد أقام بلاده والنور حصحص والظلام قد انجلى، مرج الإله بفضله وجلاله بحرين يلتقيان فوق ربى الفلا، فأصخ
فأصخ ستسمع للهدير قصيدة، وانظر ستشهد في الضفاف تأملا، واعلم بأن بها مليكا صرحه بضيائه وبناظريه تكللا، حين اعتلى العرش المطرز بالنقى، عرش الحضارة فوق قامته اعتلى. فهلال ثغرك يا مليك قلوبنا، للعيد أضحى والرخاء منازلا. قالوا لكل زمان كانت دولة، وأقول إن لك الزمان تدولا. هذه المواثيق العريقة هاكها من معهد الإخلاص تنبع بالولا، فإليك ها قد طرت باسم الجعفري، وبعثت أغنيتي مجازا مرسلا، تروي أساطير النضال سطورها لتعيد أمجاد الحضارات الأولى، لتقيم كونا في سماه وسؤددا عال عليه ستاره، لن يزدلى عهد به الإصلاح، عهد به الإصلاح شيد موطنا، وتلا من المجد الميسر ما تلا، فمن اعتدى وعلى جحيم قلاعها وطأت يداه بنار غيرتها اصطلى، ومن ارتجى بالطيب حبة خردل منها إليه الجود هم قوافلا، ومن ارتجى بالطيب حبة خردل منها إليه الجود هم قوافلا. فبوصف بعضك كل شمل حائر، فسل الفرزدق موطني والأخطلا، فكأن بحرين البطولات الصفا تنساب والمروى تفجر جدولا، بحران بالبحرين ضمن قصيدة بالمد والجزر الأصيل تساجلا، مستفعل نبضات قلبي قد غدت مستفعلا، حتى حروف النفي لو سئلت أتت، لاعاتها امتثلت تصيح بلا، والريح حافية تهب بأرضها، لو مرها الوادي المقدس أجفلا، ولراح يخلع سفحه متهجدا، ويطوف حافل ما سعى متنعلا. يا أيها التاريخ بين ضفافها، طف ثم وجه شطر وجهك للصلاة، واحفر على صدر الزمان حروفها، بحرين وارسم بالفؤاد تغزلا، وقع بقلبك فوق أسطر عهده. بعد الجمال غدا سنحيا الأجمل، بعد الجمال غدا سنحيا الأجمل. والسلام عليكم.
كل ختام نقدم لكم أوبريت بعنوان ميثاق ملك من أداء طلبة مدارس رفاع الشرقي الابتدائية للبنات وفاطمة بنت الخطاب الابتدائية للبنات والقيروان الإعدادية للبنات ومدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين. كلمات الشاعر علي الشرقاوي والحان الأستاذ جاسم محمد بن حربان، غناء كل من محمد عبد الرحيم ومحمد الكعبي وجابر التركي، وأشرف على التدريب هنادي اسكندر، نوف الحجي، إيمان حسن، أميرة القرعان، شريفة رواعي، لينا ماجد، عائشة العوضي، فاطمة فولاذ، عزيزة إبراهيم وأحلام يوسف الضاعن. أمتعوا الأوقات. بحرين يا ضمة بحر يا ريحة الأجداد، زرعها كل من حبها ورواها كل فار، حبك لنا طول العمر مثل الهواء والزاد، في الدنيا ما مثلك أبد والله أيد لنا طول العمر مثل الهواء والزاد، في الدنيا ما مثلك أبد والله أي بلاد. We'll be right back.
وكانت وزارة التربية والتعليم نظمت احتفالا كبيرا في صرح الميثاق الوطني، شاركت فيه المدارس الحكومية والخاصة وطلبة جامعة البحرين والجامعة الخاصة ومعهد البحرين للتدريب ومركز رعاية الطلبة الموهوبين، حيث بلغ إجمالي الطلبة حوالي 6000 طالب وطالبة. وتضمن الاحتفال عددا كبيرا من الفعاليات الوطنية، الفعاليات ساهمت في إعدادها إدارات الخدمات والتربية الرياضية والكشفية والمرشدات وإدارة التربية الخاصة والإدارات التعليمية المختلفة ومركز رعاية الطلبة الموهوبين، من خلال تنظيم معرض شامل للإنجازات التعليمية والتربوية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها التربية والتعليم في ظل القيادة الحكيمة، إضافة إلى تنظيم معرض للعادات والتقاليد البحرينية الشعبية وسوق عكاظ للمسابقات الشعرية بين الطلبة الذين تغنوا بالوطن بذكرى الميثاق. إحنا اليوم نظمنا فعالية شارك فيها آلاف من أبنائنا الطلبة، وهذا جزء من أنشطة تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقة بين أبنائنا الطلبة أيضا، وكذلك أيضا كما هو معروف أن وزارة التربية والتعليم تقدم حوالي 420 نشاط في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، إضافة إلى أكثر من 3000 نشاط طوال العام الدراسي. اليوم اشتمل هذا الاحتفال على أعمال فنية متميزة، مسابقات شعرية، مسابقات رياضية، وأيضا فرصة احنا تعمدنا أن يكون في هذا المكان الوطني لكي يجد أبنائنا الطلبة ذكرى أبائهم، وفي نفس الوقت زملاء يجدون أيضا ذكرى أبنائهم في هذا المكان الكبير الذي نجد فيه ذاكرة للوطن.